بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قول المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر نحوه. هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمر وهو حاضر هذه الغزوات وما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وذلك أن صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة، وبعضهم يوصلها إلى أكثر من ذلك، فكلما اختلف لفظ جعلوها طريقة أخرى صفة ثانية. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العدو، صلاة الخوف قبل العدو، فصاففناهم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا. صاففناهم يعني اتجهنا تجاه العدو وانتبهنا لتصرفاتهم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، وقامت طائفة معه، قسم الجيش قسمين، كل قسم يسمى طائفة، فصلى بهؤلاء الطائفة ركعة، ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسلم بهم. صلى بالأولى، دخلوا معه في تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية سلم بهم. واحتمال تكميل الصلاة على صفتين، يحتمل أن كل واحد كمل لنفسه بعدما انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم انصرفوا بدون تكميل ثم كملوا لأنفسهم فيما بعد. يقول رحمه الله: فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا، ركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا. فكلمة ثم انصرفوا يحتمل لها احتمالان: احتمال أنهم انصرفوا قبل أن يكملوا صلاتهم، صلى بهم الركعة الأولى ثم انصرفوا
ولم يكملوا صلاتهم، ويحتمل أنهم أكملوا صلاتهم ثم انصرفوا وذهبوا إلى أين؟ الأولى إلى مكان الطائفة الأولى، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه الركعة التي ركعها كل واحد منهم لنفسه، والسجدتان اللتان سجدهما لنفسه، يحتمل أمرين: يحتمل أنه أداها قبل أن يذهب إلى مكان العدو، قبل أن يحل في المكان الذي فيه الطائفة الثانية، كمل وهو في مصلاه فذهب وقد انتهت صلاته، ويحتمل أنه صلى ركعة ثم انصرف قبل أن يسلم وذهب يمشي ويتحرك ويجاهد ويقاتل والركعة الثانية باقية في ذمته حتى استقر في المكان الذي يحرس فيه فكمل صلاته. وأولئك الذين هم الطائفة الثانية تحولوا وجاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن كل طائفة كملت صلاتها قبل أن تنصرف إلى مكان العدو، ويحتمل أنهم ذهبوا إلى مكان العدو وبقي عليهم ركعة ثم تحينوا الفرصة وركعوا الركعة الباقية عليهم من صلاتهم. يحتمل احتمالان، وهذه عن ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما حاضر وفقيه ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم. الاحتمال الأول أن كل واحد أكمل الركعة الباقية عليه قبل أن ينصرف، مثل الاحتمال الأول، مثل السبعة الأولى. الاحتمال الثاني أنه ذهب وقد بقي عليه ركعة، مشى وتحرك وحصف مكان العدو، وجاءت الطائفة الثانية وصلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك بقي عليهم ركعة من صلاتهم، تحينوا الفرصة فصلوها متى ما شاءوا الركعة الباقية وسلموا لأنفسهم. ويحتمل أنهم أتموها قبل أن ينصرفوا، يعني صلى بهم ركعة فلما أتم الركعة الثانية والسجدتان والسجدتين قام كل واحد منهم وأتى بالركعة الباقية، كما في حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه. ويحتمل أنه أخر الركعة الباقية حتى صف في مكانه ثم ركع لنفسه تلك الركعة وانصرف. والاحتمال الأول أولى وأدرى، لأنه يساعده في فهم القصة على أنها مثل صفة صلاة سهل ابن حنيف حثمة رضي الله عنه، وأنه أتم صلاته متناسقة متتابعة ما فيها فاصل. والاحتمال الثاني محتمل لكنه يبعد، لأن فيه أمورا تخالف زي الصلاة، فهذا الثاني احتمال الثاني أنه انصرف بعد السجود وبقي عليه ركعة وراح يمشي وذهب وصف مكان العدو،
ثم صلى لنفسه ركعه واحده كمل بها صلاته التي صلاها مع الامام. وهذا احتمال ضعيف، لان الاولى بالمصلي ان يكمل صلاته قبل ان ينصرف. من يذكر لي الاحتمالين؟ الاحتمال الأول الذي هو الأقرب. الاحتمال الأول أن عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركع بهم ركعة وتسليمتين ثم انصرفوا، والاحتمال هنا على أنهم أكملوا لأنفسهم قبل أن ينصرفوا. نعم، هو أكملوا لأنفسهم قبل أن ينصرفوا ثم قاموا وأكملوا الركعة الثانية هم بأنفسهم. نعم. والرسول ينتظرهم حتى ذهبوا وحلوا مكان العدو، وجاءت الطائفة التي كانت مع العدو وصلت الركعة الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكموا لأنفسهم وسلم بهم ردة. النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الأول أنه جاءت الطائفة الأولى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا، نعم، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وتموا لأنفسهم وسلم بهم جميعا، سلم بالفئة الثانية. نعم. الاحتمال الثاني من يبينه لي؟ الاحتمال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتمال الثاني أنهم أتوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة ثم صلم بهم، فهم إذا صلموا معه يحتمل أنهم صلوا ركعة، فهم إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فهو يسلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الاحتمال الثاني جاء طائفتان خلف الإمام وصلى بطائفة الأولى ركعة وركع بهم وسجد بهم سجدتين ثم انصرفوا قبل أن يكمل الصلاة، ثم جاء الطائفة الثانية مكان الطائفة الأولى وصلى بهم الإمام ركعتين وسجدتين ثم كمل كل واحد منهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم كل طائفة أكمل لنفسه ركعة وسجد وسجدتين ثم سلم لأنفسهم. هكذا. الاحتمال الأول أن كل طائفة أكملت صلاتها في مكانها الذي تصلي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سهل رضي الله عنه. الاحتمال الثاني أن كل طائفة انصرفت صلت ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت سجدتين ثم انصرفت إلى مكان العدو وعليها ركعة، أدت ركعة وعليها ركعة، ثم بعد جاءت الطائفة الثانية وصفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الباقية فسلم بهم وهم لم يسلموا، قاموا تبعوا خرجوا إلى المصاف العدو وأدوا تكملوا صلاتهم. يعني الاحتمال الأول يحتمل أنهم كملوها في مكان صلاتهم، الاحتمال الثاني أنهم أدوها في مكان موافقتهم ووقوفهم أمام العدو. نعم. الاحتمال الثاني ما هو؟
الاحتمال الثاني، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. الاحتمال الثاني يقال أنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، ثم وسجد بهم سجدتين، ثم انصرفوا وأتموا الصلاة في متارسهم، في مكانهم في المتارس في الميدان، وأتوا الفئة الثانية وصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم سلم وأتموا الصلاة أو أتموها في مكانهم كما في حديث سهل. لكن الاحتمال الأول يوافق حديث سهل، والاحتمال الثاني يخالفه ويكثر الأفعال المنافعة للصلاة، لأن الطائفة الأولى ستنصرف وهي لم تصلي إلى ركعة واحدة، وتمشي تجاه غير القبلة وتتحدث وتضرب وتقتل وتجاهد، حتى إذا سنحت لها فرصة أتمت صلاتها ركعة ركعة. وهذا احتمال بعيد والله أعلم، والاحتمال الأول أقرب، اقرأ ما قال المؤلف. ولهما عن ابن عمر نحوه، يعني نحو حديث سهل ابن حثمة. ولهما عن ابن عمر نحوه، ولفظه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكانا. ثم انصرفوا، هذه النقطة. الانصراف هل هو بعدما أكملوا صلاتهم أو قبل أن يكملوها؟ الاحتمال الأول أنهم أكملوها ثم انصرفوا، هذا حسن. الاحتمال الثاني أنهم انصرفوا قبل أن يكملوا صلاتهم ثم انصرفوا. نعم. ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام. نعم، كلمة الطائفة ما يخلو، يجوز أن تكون ألف أو عشرة آلاف، ويجوز أن تكون نفر واحد. فالرجل مثلا الإمام معه اثنان هجم عليهم عدو واستطاعوا أن يسكتوا يوقفوا عند حده، لكنهم خشوا إن دخلوا في الصلاة هجم عليهم وهم في صلاتهم، فلهم أن يصلوا صلاة الخوف وهم ثلاثة، واحد يصلي مع الإمام والآخر يحرس، ثم يأتي الذي يصلي مع الإمام للحراسة، ويكون الذي ليس مع الإمام أولا هو الذي يكمل معه. ويحتمل أنهم على التعاقب، وهو الراجح، يعني أنهم أتوا بالركعتين على التعاقب متعاقبتين، ما أمهلوا أنفسهم للركعة الثانية. ولهما عن جابر: صلى بكل طائفة ركعتين، ولفظه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذا احتمال يختلف عن احتمالات السابقة،
صورة من صور صلاة الخوف، والراوي لها جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد غزوة أحد. تخلف غزوة بدر لأن أباه أو وكله على أخواته، فقال: ما يصلح أن أخرج أنا وأنت، من يبقى للبنات؟ فابق مع أخواتك. فبقي جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع أخواته. ثم لما قتل أبوه رضي الله عنه شهيدا يقول: ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. هذا جابر يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين الطائفة الأولى، ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولكل طائفة ركعتان. ولهما عن جابر اقرأ. ولهما عن جابر صلى بكل طائفة ركعتين، ولفظه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. هذا احتمال بسيط واضح. وصلاة الخوف متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأربعة أماكن كلها صلى بها صلاة الخوف صلوات الله وسلامه عليه، وهي ذات الرفقاء وبطن نخل وعسفان وذي قرد المعروف بغزوة الغابة. 4 أماكن صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى فيها صلاة الخوف، ويحتمل أن هذه واحدة منها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما واضح ويرويه عن نفسه، وحديث جابر واضح جدا ويروي عما حصل وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاتان تختلفان، فيحتمل أنه صلى كل صلاة في وقت من الأوقات. وحديث ابن عمر مثل حديث سهل لا يحتمل أنه حضر بنفسه، وإنما حدث من قبل الصحابة. والحديث إذا جاء عن صحابي ثم عن صحابي فإنه يعتبر شيء واحد ما يختلف، ما دام الراوي الأول والثاني صحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الاحتمال الثاني هو أن تنصرف الطائفة الأولى بعد الركعة الأولى، فهل ينصرف مباشرة أم يسلم بعد الركعة وينصرف؟ ماذا تقولون، ينصرفون يسلمون؟ لا، ما يصلح يسلمون وهم ما أكملوا صلاتهم، وإنما ينصرفون ويستمرون في ملاحظة العدو حتى يكملوا صلاتهم، ولا يسوغ لهم السلام من ركعة واحدة وهم لم يكملوا صلاتهم. يقول السائل: كيف أجمع بين العبادة وطلب العلم؟ أريد كتابا تنصحني به. الجمع بينهما سهل ميسور والحمد لله، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة التي ستتعبد بها ربك
تثبت لك طلب العلم، فأنت تعبد ربك بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وتطلب العلم الذي تفقه فيه هذه الأحكام، فلا منافاة بين طلب العلم والعبادة أبدا. يقول السائل: ما معنى فوازين العدو؟ فوازين العدو يعني صففنا تجاههم، صففنا تجاههم، تقابلنا وإياهم. يقول السائل: ما حكم العزلة؟ العزلة تحسن إذا فسد الناس وفسد المجتمع ولم يكن لك دعوة أو قبول دعوة، فحينئذ اعتزل الناس، أما ما دمت تجد قبولا فلا يسوغ لك الاعتزال. يقول السائل: جماعة صلوا قبل الأذان ودخلت معهم، ما الحكم؟ هذا لا يخلو، إن كانت الصلاة قبل الوقت، صلاة الظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر، صلاة المغرب قبل غروب الشمس، فالصلاة حينئذ صحيحة لا منك ولا غير صحيحة، لا منك ولا منهم، كلكم لا تصح صلاتكم. أما إذا كانت الصلاة قبل دخول وقتها وهي تجمع مع التي قبلها فصلاتهم صحيحة لأنه يسوغ لهم الجمع، وأما صلاتك أنت فليست بصحيحة، كأنهم يصلون العصر قبل أذان العصر لأنهم سبق أن صلوا الظهر فيصلون العصر بعدها يسوق لهم ذلك، لكن أنت لا يسوق لك أن تصلي العصر قبل الوقت. يقول السائل: في الدرس السابق قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة. قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والالتحام الحرب. السؤال: من هو الزركشي؟ زركشي أحد العلماء الفقهاء رحمهم الله، يقول: لا تسقط الصلاة بحال، حتى ولو مع المسايفة، مع القتال، مع الضرب بالسيف، الضرب بالسلاح، وهكذا لا تسقط الصلاة بحال، وإنما يصلي المرء حسب استطاعته. يقول السائل: ما المقصود بقول المؤلف ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب؟ وين الكتاب؟ أتموا على التعاقب، يعني إن كل واحد منهم أتم صلاته ثم انصرف، كل واحد أتم صلاته وانصرف، والاحتمال الآخر أنهم أتموا في حالة واحدة، يعني كل واحد قام يؤدي الصلاة وحده والطائفتان معا، وهذا بعيد. يقول السائل: ما حكم من يتشبه بالنساء بالكلام وغيره ويستغل ضعاف النفوس لجمع المال الحرام؟ هذا لا يجوز، ويحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء كما يحرم على النساء أن يتشبهن بالرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، لأنهم أتوا بكبيرة من كبائر الذنوب، كونه يدخل باسم امرأة أو كأنه امرأة ونحو ذلك لأجل أن يعطف عليه ويعطى مال كثير، فهذا محرم ولا يجوز. يقول السائل: أنا من سكان مكة وأدخل الحرم قبل المغرب وأترك الطواف من أجل ترك المجال للمعتمرين والوافدين من خارج المملكة، فهل أنا على صواب؟ لا يا أخي، ما يجوز لك فيما يظهر لي أن تترك الطواف لأجل أن توسع للناس
لأن الناس لن يضايقهم أنت ولا غيرك، وإنما المضايقة تحصل بالزحام والكثرة. وأما كونه يزيدون 100 أو 200 أو 500 فلا يؤثر هذا على أحد، وإنما قد يكون هذا من تثبيط الشيطان للمرء عن الطواف لئلا يطوف، لأجل أن لا يطوف. يقول السائل: هل طاعة الزوجة للزوجة لزوجها أوجب من طاعتها لوالدها؟ نعم يا أخي، طاعة الزوجة لزوجها أوجب عليها من طاعتها لوالدها، فالوالد لا يطاع في معصية الزوج، والزوج يجب طاعته ما لم يأمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له. يقول السائل: هذه الأوجه الأربعة كلها في غزوة ذات الرقاع أم أنها بعدة أماكن؟ يحتمل أنها في أماكن متعددة، وهذا الأقرب والله أعلم، ويحتمل أنها في مكان واحد وهو غزوة ذات الرقاع، يحتمل ذلك احتمالا. يقول السائل: هل هناك متن مستقل عن الشرح لهذا الكتاب؟ نعم، هناك متن مستقل في الأحاديث فقط، وهو أصول الأحكام، وهذا الذي معنا شرح أصول الأحكام، والمتن هذا وزعته على الإخوان أول الأمر ثم توقف ما وجدناه في المطبعة، فتوقفنا عن توزيعه لأنه ليس بالإمكان. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يرزقنا الفقه في الأحكام الشرعية ومعرفتها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.